ما في كذب وقول انه مني زعلانه وانه مبسوطه اني ظهرت. اكيد لا. It was a very nice experience. I loved it. حبيت كثير انه شفت انه في عندي جمهور كثير كبير كانوا عم بيصوتوا لي. اللجنه اللي انا بحلم انا يكونوا عم يبدوا رايهم فيي، ان كان من استاذ روميو رحود ولا استاذ رحباني ولا استاذ عبد الله بالخير. كثير كثير حبيت انه اكسبيرينس كثير حلوه جديده. شافوا العالم انه يمكن غير موهبه التمثيل عندي يمكن موهبه الغناء الى حد ما. كثير حبيت. وبالنهايه البي سي يعني دجا هيدا فخر لإلي انا اكون على البي سي. فبدي اقول ميرسي لرولا سعد، وبدي اقول ميرسي لتوني اهواجي وللكرو، للصحفيه اللي كانوا عن جد يعني مثل خيالنا، بدهم يطلعوا لنا بايماج كثير حلوه ومرتبه. فهيك كل واحد صار عنده مكانه بقلبي، وبعتقد انه انا كسبت كثير اصدقاء من وراء هذا البروجرام بعدد هائل، بعدد عن جد انه ناس كثير طيبين. ف يعني I served my time، وبالنهاية it's a game والرابح هو واحد. وأنا بعتقد إنه ال11 اللي شاركوا بهيدا البروجرام هن كانوا ربحين تدجا كنا فيه. ف ميرسي على كل شيء، وبحبكم، وثانك يو لكل اللي صوتوا لي ولكل اللي صوروني ولكل اللي أخذوا مني حديث ولكل اللي عن جد انتبهوا لي. ف ثانك يو. إمتى نزل على الجمعية؟ الجمعية نزل عليها الأربعاء مع الكرو تنسلمهم التشيك.